السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن مسلسل أمينة حافة، الحلقة التي ستعرض في شهر رمضان والحلقة الأولى. متى ستعرض وما هو المسلسل ومن هو بطولة وما هي بطولة المسلسل وفكرته القناة العارضة؟ المسلسل هو مسلسل رمضاني، هو مسلسل يعرض على قناة MBC وموضوع ضمن خطة عرضه في شهر رمضان المبارك. وقصته عبارة عن امرأة اسمها أمينة، وهي زوجة رابعة لزوجها، ودورها عبارة عن زوجة يعني غير تقليدية مستفزة. ومع الأحداث سوف يتم ترويضها وتكون زوجة يعني أكثر لباقة يعني، وبرغم أنها سوف تستمر في المشاكل مع زوجات زوجها الأخرى الثلاثة. أما أحداث المسلسل سوف يتم عرضها ابتداء من اليوم، أول يوم في شهر رمضان، ولحد الآن لم يتم التوقيت بالتحديد، ولكنها ستعرض على قناة MBC. وهي مسلسل كويتي، بطلة مسلسل الهام فضالة، ومن تعتبر الهام فضالة من المسلسلات من المفننات اللي هم مهمين جدا في العالم العربي، والجميع تعود أن يشاهدها في شهر رمضان من كل عام لما لها من حضور فعال وجماهيرية كبيرة في الأدوار الأعمال الدرامية المختلفة. فهي بطلة المسلسل، ويخرج المسلسل للمشاهدين في صورة جميلة جدا. وطاقم عمل يتكون من إلهام فضالة وشهاب جوهر وفهد باسم وغرور صقر وطيف وأحمد النجار وخالد العجارب وإيمان العلي وفي الشرقاوي وليالي دهراب وشهاب حجية وعبد الله الطليحي. المسلسل من المؤكد بالفعل أن يتم عرضه على قناة MBC اليوم، لكن متى انتظرونا على قناة MBC؟ وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم.